السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم هي مو محاضرة بقد ما هي مشكلة. وصراحة يعني أغلب الفيديوهات اللي تنزل بالقناة هي عبارة عن تجربة شخصية أو تجربة عملية، مو مجرد إنه يعني في شخص جرب بالمكان. ويعني ممكن هاي المشكلة راح تنطرح عليك الآن تلقى حلها، بس ممكن الشخص اللي دا يبث لك الحل أخذ وقت، ممكن أسبوع، 10 أيام، شهر، يلا إنه قدر يعرف الحلول إلها. فهاي الحلول إن شاء الله راح تفيدكم. وهاي المشكلة اليوم طبعاً تواجه العديد من الباحثين بمجال الجي آي إس. تكون هاي المشكلة تظهر لك بهذا الشكل، أو بالأحرى خلينا ننفذها تنفيذ احتيادي، اللي هي مشكلة في الأوفر لابنج. يعني شلون؟ يعني هسه أنا مثلاً إذا أريد أروح على أي مجرد خيار اعتيادي، إذا أردت أنا هسه أختار في نوع من الخرائط، فإذا هاي الخريطة اللي اختاريتها أنا فروم ديسك أوبن بس بروجكتيف مثلاً، لا على التعيين، بس حتى أشوفكم شنو سبب هذا الخطأ بيظهر لك، كم يظهر لك، وشلون راح تتلافاه، او الطريقه اللي انت حتتلافاها بها. لا على التعيين، احنا هسه راح ناخذ هاي الخريطه. لا على التعيين، اوكي، من اقول له هيك اوبن راستر، راح ينتظر انه يحملها الي. راح تظهر لك بعدين خطا بهذه الاشاره، شو يقول بي؟ يقول يعني حتى عنوان ان شاء الله لهذا there is no overlap with the other watershed grid anything، يعني معناها شنو؟ معناها الخرائط اللي أنا دا أستدعيها ما جاي تتطابق كلها مع بعض. إذا وين المشكلة معناها هنا؟ ما تظهر لك هيش خيار. المشكلة معناها هنا، أو يمكن ننتظر شوية راح ينطيني الخيار. المشكلة معناها هنا إنه أنت عندك خطأين، أما خطأ بالإكستنشن امتداد هذه الخريطة غير متطابق، المكان اللي أنت جبت من عنده هاي الخريطة غير متطابق. ثانيا يعني مثلا غير معرف، وكذلك انت ما معرف الكوردينيت سيستم الخاص بالموضوع. فحتى تتجنب هاي المشكله لازم شو تسوي؟ تروح على من تفتح الفولدر الاصلي اللي انت اصلا راح تستدعي من عنده الخريطه، يعني تقص من عنده الخريطه الاصليه، راح تروح عليه. هسه اذا نروح احنا على الملف الاصلي اللي ظهرت لي اصلا انا من عنده المشكله، اللي هو كان يخص خريطة التربة. فشنو أسوي هسه؟ إذا أروح على الخريطة التربة أضغط عليها بروبرتيز، بعد ذلك السورس، يقول لي إنه هنا غلط تعريف هذا إنه هو WSGS. ليش؟ لأن هاي تعريف لمنطقة زون معين، بينما هاي شنو هو؟ هنا التعريف شو يخص؟ يخص هاي العالم كله، فأنا فقط أعرف الكوردينيت وليس البروجكشن. فمثل ما تعلمنا شلون اعرف الكوردينيت، اروح على الارك تول بوكس، تلقائيا حتى نعرف شلون نتجنب او نتجاوز هذا الخطا اللي هو نوت اوفرلاب. يعني على الرغم انت يعني شلون انه مثلا ممكن انت تقول لي اني يعني الخرائط اللي جايبها كتبت لك نفس البروجكشن، لكن يطلع لي نوت اوفرلاب. اذا المشكله مو بالبروجكشن فقط، هو احد المشاكل اما البروجكشن او الكوردينيت سيستم. فشي تروح هسه؟ تروح على الداتا مانجمنت تول، بعد ذلك صار البروجكشن اند ترانسفورميشن ديفايند بروجكشن. فشي تعرف لهنا؟ تعرف له تختار التل الخاص يعني اللي انت راح تحولها من البدايه، اختاريتها، بعد ذلك راح نعطي البروجكشن، العفو نعطي الاحداثيات كوردينيت سيستم، مو نعطي البروجكشن، لا نعطي الجيوغرا كوردينيت سيستم، هذا اللي نغيره. فش نسوي هسه؟ من نضغط هنا راح يعطيني هذا الخيار، ما اروح اغير هذا وقت، هذا ما يفيدني، لا اختار هذا الخيار. لما تكون الخارطه اللي انا راح اقتطع من عندها منطقه دراستي خارطة مثلا لقمر تمثل كل العالم، أو في المنطقة مو ضمن زون معين،
زون هاي المنطقة، لا تمثل كل العالم بحيث كل الزونات داخل بيها، فما تفيدك بعد البروجكشن، وإنما شو تروح؟ تروح على خيار الجيوغرافيك كوردينيت سيستم، تعطي انت الخاص بيك اكيد على منطقة دراستك. هسان هنا على الوورد، بعدين اعطي دبليو جي اس 84، هاي هذا الخيار سويته اني. بعد ما اقول له انه اختار هذا الخيار اقول له اوكي، اثبت الخيار هذا اقول له اوكي راح تتغير الاحداثيات على هذا السيستم منه، اتغيرت تمام. فاذا الخرائط الكبيره اللي تخص من يعني اللي تضم اكثر من زون، حتى نكون واضحين، اللي تضم اكثر من زون ما يصير يعني ما نغير البروجكت كوردينيت سيستم، وانما نغير الجيوغرافيك كوردينيت سيستم اللي غيرناه حاليا. هسه تغيرت امتلكت هذا الزون، هسه اقدر اني اجيب الشيب فايل الخاص بمنطقه دراستي واخليه هنا واسوي كليب الانترسكت التقاطعات الداخليه، ما نستخدم هنا وانما نستخدم كليب. فتقدر تستدعي انت القناه الاداه كليب منها، او تقدر عن طريق السيرش تبحثها بصوره اسرع يعني، وتستدعيها وتسوي كليب لمنطقه دراستك على اساس الشيب فايل الموجود. تكتب هنا كليب بصوره رئيسيه CLIP، هاي هنا يقول لك انه ديفاين بروجكشن تم بشكل صحيح، اوكي. هسه بعد ما تقول لك كليب راح يعطيك الخيار هنا، تروح انت تلقائيا تختار الاداه مال الكليب، تستقطع من هاي بصوره عامه المنطقه دراستك فقط. بعد ما تستقطع المنطقه دراستك راح بكل سهوله تاخذ هاي الصوره اللي انت استقطعتها المنطقه هاي تسوي كليب، الراستر تدخلها بعد ما حولت الجيوغرافيك كوردينيت سيستم. فهذا اذا سويته راح تتجنب هاي الخطا اللي احنا شو نسميه، هذا الخطا اللي يظهر، هذا يظهر لك، يظهر لك there is no overlap with watershed grid، there is no overlap with watershed grid. هذا الخطأ إذا ظهر لك سبب هذه المشكلة، يعني ممكن هن مشكلتين، أما هاي المشكلة وهي هاي الأغلب واللي ما حد ينتبه لها، واللي إذا ما غيرتها الإكستنت الامتداد مال خريطتك راح يختلف عن باقي الخرائط. فأنت ممكن تريد هذه الخرائط تتطابق مع بعض، اللي هي مثلا land cover land use soil map الدم الديجيتال اليفيشن موديل السلوب، فعندك اربع خمس خرائط تريد هاي الخرائط تتطابق مع بعض، تصير عبانة على اللايرز، بس واحدة من عندهم ما تطابقت. فمن ما تتطابق وياهم شو يقول لك؟ يقول لك there is no overlap with watershed grid. هسه اوضحها لكم شنو معنى تطابق الخرائط. فهسه من نوضح شنو معنى تطابق الخرائط، يعني من تظهر لي هاي الرسالة ايش تعني، يعني من يقول there is no overlap with watershed grid على شنو سببها، يعني شنو معناها؟ معناها انه الخريطة اللي انت ردت تستدعيها هنا ما تتطابق مع الخرائط البقية. فالمفروض كل الخرائط، مثلا خريطة اللاند يوز، خريطة السويل، خريطة الديجيتال إليفيشن موديل، خريطة مثلا الامج بيس التوبوغرافي، خريطة الطرق، خريطة الهيدرولوجي، الواترشيد، اي خريطة انت المفروض هاي اللايرات تتجمع مع بعض، يكونون يعني مثل ما نقول بيناتهم تطابق، يسمونه اوفرلاب. فاذا ما كان بيناتهم تطابق يعني عندك مشكلتين، اما مشكله بالاكستنت الاصلي، الاكستنت الاصلي مال الخريطه اللي انت اقتصيت من عندها خريطه لمنطقه دراستك، وشلون نعالج هذا الاكستنت الاصلي؟ مثل ما هسه حاليا بينا، هسه هاي خريطه لكل العالم خاصه بالسويل، فاجينا سوينا لها، سوينا هاي الخريطه لكل العالم، ايش سوينا لها؟ سوينا لها عمليه انه يعني تاكدنا من الكوردينيت وما غير البروجكشن بيها، وانما اغير الجيوغرافيك كوردينيت سيستم. نرجع شغله ثانيه، ورا ما نستقطع الخريطه، ورا ما نستدعي الخريطه النهائيه الخاصه بمنطقه الدراسه اللي انا راح اشتغل عليها ايا كان، هسه راح استدعي اي خريطه، اتاكد انا مو عندي الخرائط البقيه اللي انا مستدعيتها كلها متاكده من عندها، انه متاكده من الاسقاط مالتها كلها مثبتتها على اسقاط واحد. فانا من اروح استدعي هاي الخريطه، كان تكون هسه هي السويل ماب لاي اوت، يعني ميبي بس ميبي، يعني هسه هاي اذا نخفيها زوم لاي اوت زوم تو لاي اوت حتى تكون واضحه، هاي هنا أنا استدعيتها، أروح أتأكد من إسقاطها. مثلا أنا كل خرائطي إسقاطهن كذا معين، فأنا أروح أتأكد من إسقاط هاي الخريطة،
اشوف هل هي ضمن هذا الزون او لا. فاذا يعني مثلا اروح على هاي الخريطه، انا اعرف مثلا من البدايه انا احدد لكل خرائطي ما بروجكشن خاص بيهن، فاروح على بروبرتيز، اروح على السورت، اتاكد اشوف هذا يقول لك الكوردينيت سيستم اندفايند، هنا لازم اعرفه الها. فان سبب الخطا اللي يظهر there is no overlap خطأين. اما الخريطه الرئيسيه اللي استقطع من عندها غير معرفه ومن اعرف بها ما اعرف البروجكشن، وانما اعرف العفو اعرف الجيوغرافيك كوردينيت سيستم، بينما الخريطه اللي راح اني استقطعها لمنطقه دراستي فقط راح اتاكد من عندها، اشوف الكوردينيت مالتها موجود موجود اتاكد انه صحيح، وان ما موجود او متغير اغيره. شلون اغيره؟ نفس الحاله اروح هذا الخيار، اروح على البروجكشن اند ترانسفورميشن ديفايند بروجكشن، هذا الخيار اختار الراستر اللي انا راح اغيرها، مثلا هي هاي اللي بعد ما استقطعتها المنطقه دراستي، هذا يقول لي الناون، بس انتبه شو اغير؟ شوفوا عندنا هنا خيارين حتى اغير الكوردينيت للليارات. الجيوغرافيك كوردينيت سيستم تغيره للخريطه اللي بصوره عامه، مثلا هاي اليوم خريطه السويل بس تشمل لي مثلا لكل العالم، او خريطه اللاند يوز لاند كفر لكل العالم، هنا شو تغير؟ ننتبه يعني الخريطه الاصليه اللي ننزلها من القمر الاصلي نغير بها الجيوغرافيك كوردينيت سيستم اللاتيتيود واللانجيتيود، وكانه راح يتغيرون بها. بينما خريطة منطقة الدراسة بعد ما تقطعها من الخارطة الكبيرة اللي هي تخص مثلا العالم كله أو نصف العالم أي شيء، يعني المهم الهول ماب المابس الخاصة باليورس يعني كيس ستدي، تروح تغير بها البروجكتد، فتختار منها البروجكتد كوردينيت سيستم. فشنو انت ضمن يا زوم؟ هاي تتبع منطقة دراستك، واللي يريد يعرف عن الماب بروجكشن ويا اختار يا زون وكذا، نزلت فيديو كامل بقناة اليوتيوب اسمه الباب بروجكشن اسقاط الخرائط، وشلون تختاره على موقع ازري، وشلون تحدد الزون وكذا وهاي الامور، وشنو الغرض من عنده اصلا. هو الماب بروجكشن الغرض من عنده انه انا احول الخرائط كلها من 3D الى 2D، وحتى اقضي على الدستورت التشوه اختار فد صيغة معينة من البروجكشن. فانا حتى اقضي على التشوه الخاص بالسيرفيس اريا وبالدايركشن اختار اليو تي ام، بعد اليو تي ام اختار الدبليو جي اس، بعد الدبليو جي اس عن نورث وساوث. هذا كل الامر شارحته ضمن محاضره الماب بروجكشن. نورث اختار انا يا ضمن يا زون، احدد انا يا زون 38 37، نو بروبلم. انا يعني حسب مو شرط يعني اكو يعني كيس ستدي الزون مثلا مالته 33 اختاره، بعد ما حددته اقول له اوكي ينتهي الموضوع خلاص. انا هسه حددته، انا عرفت هنا، انا اعطيته التعريف، اقول له اوكي راح يعرف هذا على هذا الاساس. فحتى نقضي فهي المشكله لي. وايضا ننتبه الى الاكستنت، الامتداد صراحه ما ياثر، هو تلقائيا راح ياخذه. فعندي نوعين لهي المشكله، لحل هذه المشكله there is no overlap with water shade grid، عندي انه الخريطه الرئيسيه اللي راح اني استقطع من عندها خريطة منطقة دراستي اروح اغير بها الجيوغرافيك كوردينيت سيستم، وخريطة منطقة دراستي بعد ما استقطعها من الخريطة الرئيسية اروح اغير بها البروجكشن كوردينيت سيستم. من تغيرهم يكونون على نفس الامتداد راح تظهر لك كل الطبقات متطابقة او واحدة فوق الاخرى بعد ما يظهر لك هذا الخيار اللي هو there is no overlap with water shade grid، ويقصد بالno overlap يعني معناها الطبقات اللي انت تحاول تجمعها تكون طبقات غير مثل ما نقول طبقات غير متطابقة، احنا نريد تطابق بالطبقات، يعني طبقة فوق الثانية ما تكون طبقة ممتدة الى مكان اخر. هاي مجرد صور على الجوجل حاولت انه ابين لكم شنو معنى الاوفرلاب، هذا يقصد به. لاحظ هنا هاي عدد من الطبقات، هاي تمثل الامرجنسي، هاي تمثل لي البيس ماب، هاي تمثل لي كذا، هاي تمثل عدد من الطبقات، لكن شنو نلاحظ بها انه اكو اوفرلابنج، احنا نريد اوفرلاب. اذا ما يحدث نون اوفرلاب شنو الحل؟ فهي هاي ان شاء الله راح تلاقون بهذا الفيديو طريقة الحل لهذه المشكلة. اتمنى اكون فدتكم بهذا الفيديو، التقيكم بفيديوهات اخرى، دمتم بامان الله وحفظه.